السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة هنزود انتاج البيض مش عن طريق أكلة ومش عن طريق دواء، احنا هنزود البيض عن طريق إضافة للأكل، وممكن تضاف كمان للمية، بس احنا يعني هنشوف هنضيفها ايه أفضل، وايه هنتناقش معاكم هل هي أفضل تضاف للأكل ولا تضاف للمية. أغلب الناس بتحب تضيفها للمية لأنها أسهل، لكن بعض الناس برضو بتضيفها للأكل. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل، لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشريك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم نكون عارفين يا جماعة ان مش كل الاضافات بتتحط للعلف، الاضافات اللي بتزود انتاج البيض. النهاردة احنا جايين نتكلم عن اضافة بتزود انتاج البيض، وهي من وجهة نظرنا يفضل ان هي تضاف للمية مش للاكل، خصوصا العلف. العلف طبعا هو اشهر اكلة، يعني اكتر اكلة انت بتقدمها للطيور وبتدفع فيها فلوس، وما ينفعش تنتج اصلا ويطلع عندك انتاج من البيض من غير ما تكون بتأكلهم علف. لكن الاكلة بتاعت النهاردة اكلة فيها مية، او بمعنى ادق اكلة بتحتاج للمية، رغم ان انت لما هتيجي تشتريها الاضافة دي هتلاقيها بودرة، هتلاقيها ممكن تكون ناشفة جدا، وممكن بعض الناس بتبيعها طرية، لكن الاغلب منها بيكون ناشف ويكون بودرة. دي بتبقى سريعة المفعول ومش هتتعبك في حاجة، وبتضاف للمية، يفضل ان هي تضاف للمية. تمام، بعض الناس بقى بتحب تضيفها للعلف، واحنا مش بنفضل ده، لان احنا بصراحة محتاجين ان كل الطيور يوصل لها تأثير الاكلة دي، لان انت لو ضفتها للعلف محتاج تخلط العلف بشكل جيد جدا بحيث ان الطيور كلها يوصل لها الاكلة او الاضافة للاكلة، غير مكلفة بالمرة، موفرة جدا، ثمنها 2 جنيه تقريبا للكيس. الكيس ب 2 جنيه بيكفيك على سقاية 3 لتر، والسقاية 3 لتر دي لو انت مقسمها على 3 سقايات كل سقاية لتر، يعني انت ممكن تشربهم 3 مرات، ممكن تشربهم منها 3 مرات، واحنا مش محتاجينها في اليوم غير مرة واحدة بس. فلو انت بتقدم ليهم لتر مية مثلا في الطلعة، وطبعا في الحر ده احنا بنطلع ليهم بنقدم ليهم مية كتيرة جدا، فتلاتة لتر ده هو يعني ايه، يعني يدوبك هيكفيهم. فانت على التلاتة لتر بتحط كيس واحد بس باتنين جنيه تقريبا، وفي بعض الاماكن بجنيه ونص، حاجة موفرة وسريعة المفعول، وبتزود انتاج البيض لبعض الاسباب اللي احنا هنقول عليها. لكن الاول اعرف ايه هي الحاجة، ايه هي الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها قبل ما نقول لك فوائدها وليه بتزود انتاج البيض. احنا بنتكلم عن الخميرة الفورية. الخميرة الفورية قبل ما تستعجل وتقول ان كلنا عارفينها وكل الكلام ده، في بعض الناس اللي لسه ما تعرفش ليه الخميرة الفورية بتزود انتاج البيض. الخميرة الفورية بتزود انتاج البيض علشان خاطر هي بتزود معدل اسمه معدل تحويل العلف. مش بس كده، دي كمان بتخلي الطائر يمتص كل الفوائد بشكل سريع وبشكل كبير كمان من حيث كمية الفايدة اللي بتدخل جسم الطائر، يعني بتخلي الطائر يحول كل الانتاج او اغلب الانتاج اللي بيجيله ليه ايه لانتاج، اغلب الغذاء اللي بياخده يحوله الانتاج، اغلب الاكل اللي بيوصله هو بيحوله الانتاج بسبب اضافة الخميرة للمية. تمام، لان الخميرة كلنا عارفين ان هي بتهضم كويس جدا، ولما بتهضم كويس جدا ده بيؤدي الى ايه، بيؤدي الى ان الطائر بيحتاج ياكل اكتر ويحتاج ياكل اكتر واكتر. لكن طبعا فكرة ان انت تخاف على الطائر من السمنة مثلا، لان فكرة انه ياكل كتير دي هتخوف، لا احنا مش هنعمل كده، لان احنا اصلا مش هنقدم ليه اكل زيادة عن حاجته. احنا عارفين كويس قوي ان هو بياخد من 60 ل 100 جرام علف، نقدم له ده ما نقدملوش اكتر، مش علشان خاطر هو هيتفاجئ بسبب الخميره نقدم له اكتر، لا خالص هنقدم له ليه نفس الكميات. لكن فكره الامتصاص بقى، فكره تحويل الاكل اللي بيدخله لانتاج، تحويل العلف اللي بيدخله لانتاج من البيض سريع التحويل كمان، يعني اول ما تدي له الاكل يتهضم يمتص يسرع انتاج البيض. هي الفكره في كده، ان الخميره بتخلي الطائر
بدل ما يبيض او يكون البيضة جواه، بدل ما يكون البيضة جواه في يوم في 24 ساعة، ممكن الخميرة تخليه يأكل الاكل كله على بعضه في 18 ساعة ويمتصه ويبيض كل 18 ساعة. هي دي فكرة الخميرة. لكن كثرة استعمال الخميرة ممكن تؤدي الى اسهال عند الطائر، لذلك انت لازم تستعملها بشوية خبرة كده وبهدوء وبالراحة، ما تكترش منها، تستخدم الكمية اللي احنا قلنا لك عليها. الكيس الواحد يتدوب في 3 لتر من المية، كيس واحد خميرة بجنيه ونص او باتنين جنيه على حسب المكان اللي هتشتري منه، ولو جبته بالجملة كمان هتشتري شوية اكياس كتار كده وممكن يقع عليك الكيس الواحد بجنيه. فتجيب الخميرة دي كلها وتعمل ايه؟ تخزنها عندك، تشتريها عندك وتطلع الكيس في الحالة اللي انت عايز الطيور تاكل وتمتص وتزود الانتاج وتسرع الانتاج. يعني لو هما بيبيضوا كل يوم مثلا الساعة واحدة وانت عايزهم يبيضوا بدري، فتخليهم ياكلوا الاكل بدري ويمتصوه بدري عن طريق الخميرة، فده يخليهم يعملوا ايه؟ تاني يوم على طول هيطلعوا الانتاج بدري برضو. طبعا واحد يقول لي طب ما ده حلوة، دي مصلحة حلوة، انا اديهم خميرة على طول على طول على طول في المية فياكلوا اكتر ويمتصوا اكتر ويطلعوا انتاج اسرع واكتر واكتر، ويبقى اختصرنا بدل ما كل 24 ساعة بيضة تبقى كل 20 ساعة بيضة. اقول لك خد بالك من حاجة مهمة، خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي ان الطائر ممكن يستهلك ويتعب، يتعب بسبب كثرة الهضم. هو مش متعود ان هو ينتج الانتاج بالسرعة دي، هو مش متعود انك تديله خميرة فيتعود بقى ايه جسمه عليها وبطنه تتعود عليها والحويصلة تتعود عليها فيهضم بشكل اسرع، والهضم اللي بشكل اسرع ده هيتعبه وهيجيب له اسهالات مع الوقت وممكن يضعف مناعته. فدلوقتي ما تستخدمهاش على طول، ما ينفعش تستخدمها على طول. عايز تستخدمها على طول استخدمها بكمية قليلة جدا، اللي هو اقل من اللي انا قلتها لك دي، اللي هي كيس على 3 لتر. تمام، استخدمها بكمية قليلة جدا، يعني ممكن ربع الكيس ده على 3 لتر وممكن تستخدمها على طول بالشكل ده. لكن احنا مش عايزين نعمل ده، احنا عايزين اللي هو الانتاج عنده بيأخر مثلا للساعة واحدة وعايز يبدره ويخليه الصبح الساعة 8 او الساعة 9. تمام، يقدم الخميرة دي بالطريقة دي كده. هيقدمها امتى بقى؟ هيقدمها في الفطار والغدا والعشاء، هيقدمها اول ما الفراخ تبيض، بعد ما الفراخ تبيض يقدم الخميرة. ليه؟ علشان الاكل كله اللي جاي يسرع الطائر في هضمه وامتصاصه وتحويله لبيض. تمام، فيجي تاني يوم بقى تيجي البيضة بدري ويجي الانتاج بدري كام ساعة، يبقى احنا كده ضربنا عصافير كتير بحجر، لكن برضو ما نعيدش استخدام الخميرة بكميات كبيرة ورا بعض كل يوم، علشان اكيد لها اضرار وممكن تجيب اسهالات للطائر وممكن الطائر يجهد ومناعته تضعف. فنحاول نستخدم الخميرة بالشكل المتزن والمتوازن اللي انا قلت عليه، يعني ممكن مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع بالكتير قوي قوي، مرة يوم ويوم لا، وهتاخد فوائد كبيرة جدا 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 من الخميرة. ده كان الموضوع بتاع النهاردة. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة من اليوتيوب، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.